تعرض الميليشيا لخسائر متتالية في محافظة البيضاء يجعلها تدفع بتعزيزاتها العسكرية بشكل مستمر، لكن ذلك لم يجدي نفعا، فالمقاومة الشعبية تصدت لكل القوات التي وصلت مؤخرا في مهمة بسط سيطرتها على المحافظة، فالمواجهات تشتد في كافة الجبهات، والمقاومة استطاعت أن تفشل كل هجمات الميليشيا والقوات الموالية للمخلوع صالح. المعلومات القادمة من الميدان تؤكد أن المواجهات ازدادت عنفا في مديرية ذي ناعم، حيث حاولت الميليشيا التقدم في تلك الجبهات، إلا أن المقاومة عززت من مقاتليها وخاضت معركة عنيفة. أفشلت محاولة الميليشيا السيطرة على مواقع استعادتها المقاومة الشعبية خلال الأسابيع الماضية. وقال المركز الإعلامي للمقاومة الشعبية إن الميليشيا وقوات المخلوع صالح قصفت بصواريخ الكاتيوشا قرية يفعان بمديرية ذي ناعم، وقرى آل عبد الله وآل هاشم بمديرية الطفة ومديرية الصومعة. طائرات التحالف العربي شاركت في المعارك الأخيرة، واستهدفت بعدة غارات تعزيزات للميليشيا في مواقع قريبة من منطقتي الوهبية والعبدية على الحدود مع محافظة مأرب. ورغم ما يجري في جبهات القتال بالبيضاء، إلا أن المقاومة الشعبية بعيدة عن الدعم والمساندة في حربها ضد الميليشيا وحليفها المخلوع صالح.